يشهد معرض ومؤتمر بايدك الدولي مشاركة واسعة من مختلف الشركات العارضة من أكثر من 60 دولة حول العالم، وتختص في مجالات الدفاع الجوي والبري والبحري، علاوة على محاور هامة يناقشها المؤتمر بحضور نخب فكرية وعسكرية، تأكيدا على أهمية هذا المؤتمر محليا وإقليميا ودوليا. الزميل يحيى العمري يستعرض لكم تفاصيل المؤتمر والمعرض بخاصية 3D. معرض ومؤتمر بايدك 2019، حدث عسكري بارز تنظمه مملكة البحرين للمرة الثانية على التوالي، ويعد من أبرز المعارض العسكرية التي تضع اسم المملكة على خارطة المعارض الدولية حول العالم، وذلك لكونه الحدث العسكري الأبرز في المنطقة، والذي يعد منصة ثابتة لعرض أحدث التقنيات والمعدات والأجهزة في مجال الدفاع البري والجوي والبحري. الطائرات العسكرية والأسلحة الجوية دفاعية كانت أو هجومية، نفاثة أو عمودية، هي من المجالات الهامة التي تركز عليها الدول الساعية لتطوير مؤسساتها العسكرية، وهو ما تضعه قوة دفاع البحرين نصب أعينها لتطوير أسلحتها. ليست الطائرات وحدها، بل الدبابات كذلك حازت على اهتمام الجهات المشاركة. ففي المجال البري هناك العديد من الشركات التي ساهمت بالمعرض بمعدات عسكرية برية، من دبابات ومناقلات جنود برية وغيرها من المعدات التي ساهمت في إثراء هذا المعرض المتميز. نقل وتوطين التكنولوجيا العسكرية كان مركز اهتمام كبير في كل من المعرض والمؤتمر، وذلك لما لها من دور فاعل في جعل المؤسسات العسكرية الوطنية تواكب أحدث التكنولوجيات الدفاعية المتبعة في الدول المتقدمة، وذلك فضلاً عن دور التكنولوجيا العسكرية في دعم وتطوير العمليات العسكرية في شتى الميادين. ما يؤكد الأهمية الكبيرة لهذا المعرض والمؤتمر هو مشاركة أكثر من 200 شركة عارضة من أكثر من 60 دولة حول العالم، وحضور من المتوقع أن يفوق 10,000 زائر، وهي أرقام كبيرة إذا ما قورنت بمثل هذه المعارض والمؤتمرات الدولية المتخصصة في المجال العسكري. هذا المعرض والمؤتمر الهام يتوقع أن يلقى إقبالاً كبيراً جداً نظراً لما حققه من نجاح كبير في النسخة السابقة، واستناداً إلى القدرات المتميزة التي تتمتع بها مملكة البحرين كوجهة مثالية للمعارض والفعاليات الدولية، علاوة على الدعم الكبير من قبل الحكومة الموقرة ورعاية سيدي عاهل البلاد المفدى الملك حمد بن عيسى الخليفة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه.